إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنعرف إزاي نظبط التاتش بتاع المكنة أو نظبط الأيقونات بتاعته ونظبط شغلها. هو برنامج سهل جدا، هنتعلمه مع بعض ونعرف إزاي بيشتغل ويظبط الأيقونات ده في حالة لو مثلا التاتش كويس وبيبقى مهنج ولا حاجة. هنضغط على المفتاح الأصفر، بعدين برنامج 193 يعني 1993، واضغط على المفتاح الأحمر 5 مرات ورا بعض متتالية. تتغير الشاشة معايا، بيظهر لي مربعات. أنا هختار رقم واحد من الأرقام، هيظهر لي سهم على الشمال. أضغط على السهم اللي على الشمال، هيتنقل السهم على اليمين الشاشة من تحت. أضغط على السهم اليمين، بعد كده أضغط على الشباك وأضغط على الشباك تاني، يخرجني بره القايمة. أجي أجرب الأيقونات ألاقيها شغالة معايا كويسة وبتشتغل وتمام التمام. في حالة إن أنا أعمل البرنامج وما يستجيبش معايا، ده أغير تاتشاه على طول أو أتصل بفني ويجيب لي تاتشاه تانية ويغيرها لي.